ينضم إلينا من غزة دكتور جمال الحرزين، رئيس قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي بغزة. دكتور جمال، صف لنا المشهد. المشهد الوضع صعب جدا، دواء المستشفى في نقص في إمكانيات التعامل مع المرضى، ما أدى إلى دواء الكسول الخلق من مكان لآخر، فضع عند يوم التعامل الكهربائي مما أدى إلى استشهاد 6 من المرضى منومين على أجهزة التنفس وصناعة العناية المركزة. غرف العمليات توقفت كاملا عن العمل. نعاني من نقص شديد أيضا في المعدات والمستهلكات الطبية. نحن الآن لا نستطيع التعامل مع أي مرضى جدد. نعم، ما طبيعة الأضرار التي لحقت بالمستشفى من القصف؟ تم استهداف مولد الكهرباء، ومما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المجمع أكمله. نعم، طيب. إضافة إلى خزانات المياه، مما أدى الآن إلى انقطاع الماء بشكل كامل أيضا عن المجمع. كيف تتعاملون مع الحالات المرضية والإصابات في ظل انقطاع الكهرباء؟ صراحة يعني الوضع يعني لا نستطيع التعامل معهم، نتعامل بكل الإمكانيات. طول الجوال، طول النهار فقط. نعم، ما الذي يدور حول مجمع الشفاء؟ ما هي طبيعة التوغل أو الاشتباكات إن كان لديك معلومات حول ذلك دكتور جمال؟ ليس لدينا أي معلومات، فقط نسمع أصوات انفجارات وأصوات قصف فقط. نعم، أيضا ماذا عن المعدات الطبية؟ كيف تعمل في ظل انقطاع الكهرباء؟ نحن تقريبا متوقفون عن العمل. نعم، هل هناك مساحة لأي فرد أن يتحرك أو يخرج خارج هذا المجمع؟ طبعا لا، من يتحرك يتم قصفه مباشرة. نعم، ما هي البدائل، ما الذي تقومون به الآن؟ فقط نقول يا رب. نعم، طيب ما عدد الحالات التي في درجة كبيرة من الخطورة لديكم؟ يقارب 230 مريض. نعم، هل هناك أطفال داخل المستشفى؟ معظم تقريبا 40 إلى 50% من المصابين أطفال. نعم، وماذا عن العناية المركزة؟ كيف يمكن أن تعمل بدون كهرباء؟ نعم، كما أخبرت سابقا توقفت الكهرباء فيها، مما أدى إلى استشهاد 6 مرضى كانوا على أجهزة التنفس الصناعي. توفوا بسبب انقطاع الكهرباء. صحيح. نعم، طيب ايضا ماذا عن المستلزمات الطبية؟ هل هناك ما زلتم تملكون اي مستلزمات طبية يمكن العمل بها؟ تقريبا ما تبقى لدينا جزء بسيط جدا. نعم، هل هناك رغبة من المصابين ان يخرجوا من المجمع، ام ما الذي يقومون به الان اذا كان لا يوجد علاج؟ لا يستطيعون الخروج للأسف، من حاول الخروج اليوم صباحا تم استهدافه. مع من تتواصلون أو كيف يتم التواصل؟ كما أكيد أنت حاولت تعلن علي سابقا، يعني اتصال شبكة ضعيفة جدا تكاد تكون معدومة. نعم، ولا يوجد لدينا أي مرفأ للإنترنت. هل هناك تواصل مع وزارة الصحة في غزة مع المسؤولين؟ الوكيل وزارة الصحة موجود على رأس عملها في مجمع الشفاء الطبي. مدير المجمع على رأس عمله موجود عندنا. هل لديه ما يقدمه في هذه الحالات؟ لا، ما لا يوجد لأي مجال لتقديم أي شيء. طيب، ماذا تتوقعون خلال الساعات القادمة لهذا المجمع؟ نحن كما أخبرتك متوقفون عن العمل، لا يوجد أسوأ من ذلك. إذن لا يوجد أي نوع من أنواع العمل الطبي الآن داخل مجمع الشفاء؟ فقط المينيمم، يعني أقل شيء. نعم، تقول إسعافات أولية فقط. نعم، أما الآن لا يستطيع المجمع أن يقدم أي نوع آخر من الخدمة الطبية. طبعا إن حالات الاستقبال تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية. نعم، سيد دكتور جمال الحرزين، رئيس قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي بغزة، شكرا لك.